قال السيناتور الأمريكي تيد كروز إن الإخوان منظمة إرهابية أظهرت استعدادا لقتل أي شخص لا يتماشى مع أفكارهم. ودعا كروز خلال جلسة في معهد هودسون إدارة ترامب إلى وضع الإخوان على قائمة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار ستكون له تداعيات كبيرة على مستقبل التنظيم. To prevent Iran from acquiring nuclear weapons. Now, what does that mean? That means diplomatic tools. That means economic tools. That means